ونتحول لأهم أنباء الطقس في نشرة التاسعة إلى مصطفى مزار وأخبار الطقس. شكرا يوسف، شكرا ريهان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم درجات الحرارة وأحوال الطقس المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 27 درجة والصغرى 17 درجة وفيها الجو حار. في الأسكندرية 23-16 وفيها الجو أيضا حار. في مطروح 22-15 فيها الجو مائل للحرارة. في بورسعيد أيضا 22-17 الجو فيها أيضا مائل للحرارة. في الإسماعيلية 28-18 الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 27 درجة والصغرى 17 درجة وفيها الجو حار. وفي العريش 21-17 فيها الجو مائل للحرارة. في طابة 28-20 الجو فيها حار. في شرم الشيخ 30-21 وفيها الجو حار. في الغردقة 30-21 وفيها أيضا الجو حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 32 درجة والصغرى 20 درجة وفيها الجو حار. في أسوان 33-21 الجو فيها حار. في الوادي الجديد 31-20 وفيها أيضا الجو حار. في شلاتين 31-22 حار. وأخيرا في حلايب 28-20 وفيها الجو حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.